نتكلم عن محمد العبيس وهذا القرني، محمد الربيعي وزيد الباردي. انا اللي عاجبني جدا انه كنت في نقطه عاوز اذكرها، ذكرها كابتن هيثم اللي هو هيرفي، دايما بنجده في المباريات وفي المدرجات موجود، يعني بتابع لعيبته. وصل لدرجه انه حتى الشارع السعودي والشارع الرياضي بيكون مطمئن جدا لاي اختيار يتم عبر المدرب، ما بنلقى اي انتقادات ولا بنلقى اي تصاريح. ليه؟ لانه المدرب قاعد يقدم نتائج جيده. حراسه المرمى في السعوديه منذ الاخوين الدعيه محمد وعبد الله هي بخير وبتعافي، يعني خاصه في اللهم المنتخب. التحيه النجمين، يعني قدموا كثير للمنتخب السعودي جدا. محمد العويس قدم مباراه كبيره جدا، اخر مباراه كانت للمنتخب واللي وصف فيها، وحارس من طينه الكبار تقريبا. مباراه الصين هي من العويد اصيب في مباراه الصين ولا اليابان؟ اصيب تقريبا في الصين، مباراه الصين. نعم، مباراه الصين اللي كانت في جده، وهو دخل فواز القرني، ودخل فواز القرني، فواز القرني واصيب ممكن في نفس المباراه. لا، هو كان تسبب في هدف. نعم، والقرني من روح المنافسه، انه شاهدنا حتى في التصريح كان بيبكي. نعم، شوف التنافس. نعم، محمد العويس في الاهلي في اي مباراه يكون طرفه، اي مباراه يكون لاعب فيها العويس بيكون علامه فارقه في حراسه المرمى في النادي الاهلي. وكذلك فواز القرني قاعد يقدم مستويات كبيره جدا مع فريق الشباب. ومحمد العويس الطيف الحجه دي، محمد العويس بمستواه اللي بيقدمه في الاهلي، لكن مع المنتخب محمد العويس مستواه عالي عالي جدا، وده باكد لك الحاله اللي فيها الاهلي. مظبوط. نعم، وزيد البواردي من الحراس الجميلين اللي بيقدموا مستوى كبير جدا مع فريق الشباب. الثلاثه حراس على اعلى مستوى، انت كده امنت اهم خانه في المنتخب السعودي. يعني الان بقينا نطمئن جدا، اي واحد اي لاعب من الكباتن دي اللي يجيب في الخشبات نحن نكون جدا مرتاحين.